شامخينا ننافس هيبة الشواف، تقالا صخرة إلا الواجب فيها خفاف، الوكر البخويف كون منه نخاف عندنا عيب، وما برضي بنات شين كاف. مشاهد مراء البادية داخل وخارج الوطن الحبيب، حبابكم وهلا بيكم، رمضان كريم عليكم، تصوموا وتفطروا على خير، وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. حلقة جديدة من أمراء البادية في حضرة شعراء بادية وأمراء بادية وأساتذة بادية، الأستاذ الشاعر الرجل الحبوب أحمد سليمان ود الأبيض. حبابك كان الغرة شالت حصتين في ميولي، ما معناها شاد للعنصرية خيولي. يا سلام. العلم اللي بتبحن عسف واقف طول سودان حجمه مليون ميل مربع هولي. حباب حباب أمراء البادية، حباب الناس اللي بيشاهدوا هذا البرنامج، وحبابك أخي الأصغر الله يديك العافية يا رب، حباب أخي وابن أخي جابر الموج. حبابك وحباب جابر بخيت أحمد الموج في حلقة في أمراء البادية، والتزول في أمراء البادية ضيف وسيد بيت وحبابك وهلا بيك، والليلة سعيدين انه الحلقة تجمعك بأستاذنا وحبيبنا واخونا، ان احنا طولنا منه وكان مطلوب حضوره في أمراء البادية قبل كده، يفترض يكون مرة على أمراء البادية 10 مرات اللي هو ود الأبيض. حبابك جابر. انا سوداني من وطن جمال وخرافي كريم زيني، ان بكرم للضيوف من ما في فطاقتنا فيها كافين، وافتخر به كافي كاف كباشي والكاف الاخير كردافي. حبابك. اهلا وسهلا بك الاخ محمد الطيب، بكر حبابك وحباب مشاهد ومتابع برنامج أمراء البادية، ورمضان كريم عليهم وصوموا يفطروا على خير، وانا سعيد غايه السعاده ان اكون في حضره الاب والمربي الاستاذ احمد سليمان ود الأبيض. ان شاء الله نقدم ما ينيل ارض الجمهور، ونقدم حاجه تعجبهم وحاجه على قدر مغامر برنامج أمراء البادية. حبابك جابر وحبابك الاستاذ احمد سليمان وحباب مشاهد أمراء البادية، ومشاهد مراء البادية داير يستمتع ويسمع جميلكم وإرسكم وكلام باديتكم، وبقول ما قلنا لنا ليزول أسكت أن نتكلم، ونحن المننا الناس كلها بتتعلم، بشارة خير وجهنا المن خلق ما ظلم، هما استسلمنا مشبوهين ولا بنتبلم. أحمد سليمان حبابك. في البلد المساحات بين لجاويد حقلة فرش الضيف وسجاد الصلح، ما ببلى ما ببلى، أهل الدين وأهل العرف وأهل القبلة، مفتاح البصارة ما كسر للطبل قصدي الغادة والعمد والشيوخ، ما العام أعني عباغرة الراية العقولهم تام بالحيل، الراكوب والشجر انفروع اللام محلالات عقد محنا يجل بنطامة بالحيل، قوانين عدلنا المنة الجدود موروسة، ركازة بلدنا لا كسر لا سوسة لا سوسة، القاضي ومحاكمه وسلطة المدروسة ما بتتجاوز الماسكين عصاية موسى، والله ما بتتجاوز من باب الوغاية الزول يواسي كلامه، ايه والعاقل ببين من لفظه ما هن دامه ما هن دامه، البابا صيرت بيستكشف فروق قدامه، درب الفتنة منه بقيد أقدامه، ايه بالحيل، مخالفة الجماعة وانفراد الراية لا بتجلب محنة ولا بتعمر تاية، الله يفعل، وحتى الصف قبيل وصونا بها وصاية، والبر جاله خير من الفيض وعصاية، البيت والفريق ثم الوطن بمساحته، واجب نبني أركانه وننظف ساحته، صح مهما يبلغ الزول في الكلام وفصاحته، برضه مكانه عند الناصر هين بسماحته، بالحيل، وخاض البعض برك المياه الساكنة قبل الشرط يحصل نعزلين أسلاكنا، الله ينعزل، الأمانة في الراعي وشجرته الماكنة، يدنا ويده في وجه البدور وفكاكنا، الدين الوطن قوتنا ثم مبادي، قمنا عليها نشابك أيادي 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 أيادي، شح النفس وأطمع الدخيل الغادي، ذا العكر صفاوتنا وبحرنا الهادي، ما أجملنا يوم نهتف بلدنا بلدنا بلدنا، ما أقوانا كان بمحنة اتقالدنا اتقالدنا، أنوار سن والمن قمنا ليه، وجدنا منا نسوي جلباب يرتديه ولدنا، أي والله، صحيح الأيام بمرا والزمن بتداول، والموت كفه من خلق الله يود يتناول، أيوة ما الله. بالحق سقوف سماء الله مهما حاول، البسخر عليه وضع الأخو وبالطاول، المال والعيال من الله كل هزينة إلا الآخرة دائرة يعبوا ليها خزينة، أيوة يا جارين وراكي وإنت بتلزينا، لو ما مسكنا في حبال الله بتهزينا، ولو داير تغيم زول وتعرف غدره، قيس في البدء أخلاقه ومساح الصدره، أيوة والله، بدل من مغامات الكرم بنحضره بيحترم الكبار ونداته، والما قدروا بيحترم الكبار ونداته والما قدروا، والله بيحترم الكبار ونداته والما قدروا، الله يديك العافية ود الأبيض. جابر يا أخ والله خيرا في بلدنا،
وشينا صبوح خلق الترب باهي وني ما فينا الكبر كوم وصبح متغير كقامة وكوكلة من كبير الناس أبشر والله أبشر بالله أبشر والله حبابة أنا أمشي لكم على الذهب حباب الذهب الذهب المجمر وللناتف زي بيت المرر اللي هو دور موهي بالنسبة من دون المعادن بين عن الشيش لبيت الله ليه مبين الدهر المجمل والنادر زي بيت المرة له دور مو هي بالنسبة من دون المعادن بين عن الشيش لبيت الله ليه مبين في الفرصة عالية في العمار المعير بتصعب جيت لكن فيه ما بنتحير ندريه لهم المناخ كل يوم نتغير نفتش لو أدخالنا تاني مخير لقيت وصحة القلوب الدوام للطامة عشان الشيخ تسعدنا وتزيدنا أنام كان المولى حقق شريف أحلام نبيل المرنى بالوجه بالغروض خيامنا وخلانا من الصحراء ما نجيب هدفنا وهمنا في البورصة سعر عجيب وزرت كلهم ديدان كواسي من يرشلوا وشام خبرة التنظيم كدك الصحراء عرفان بنعرف ديورة مرات من مرات عظي وفورة لكن على هذاك المرة لكن دورة وزرنا مشورة والعنج المفاسح زورة كدك الصحراء عرفان بنعرف ديورة مرات مرات عظي وفورة لكن نحن غاية المرة لكن دورة وزرنا مشورة والعنج المفاسح زورة وزرنا يمتحر لا شك بياكل النار عيال خنجيت ثلاثة كلهم والسار حمدون المفيد الصارم والمحتار ورع الراح والمون في حل المحتار ووضعي وواحيهم من الجمع كل كتح منها ما فينا الدخل ليضل كل زهرة الورد معبير الحل وخبير سواقنا من الجبيز تراه وضل يتياسرنا بوقتقر وعدلنا طريقنا عشان نلقى زمان بيدوا فنشي فريقنا ولا دمو خبير عدو ومقاص طبيقنا لا مزرنا لا في الصحر يبقى رفيقنا الصحر اللي تكتب الناس جوع عطاش ما بنشي له ديما يزور السلام فيها تقبل وتحمد الله صمي يا باشا مرحب بيك مليون باحترام وبشاشة على جرد اللي تبلع شب ولقى الضاري فيها مسين والعج فوق المصرح ضاري قل لي زينة العرب اللي بسطنا وضاري وزرنا سرية واتتك عيارا ناري الخلانة كاسين للذهب في نجيرة عزيز نفوسنا يا عجيم طموحنا كبير. كبيرة سكننا منافذ الصحراء المفوتة خطيرة وزرنا السرية والتك والمشط المعبة زخيرة سيح محمد حراي ورضها المنتف فيها نظلنا نقاب وطبقنا اللفي كل دار وزرنا معانا يقف شيء كفن والعتاد والعشير العف لفينا الرباديات وحمنا قبالة عشان الشعر عشان السعر بنزل في البنوك أحوالنا كل الفينا بس باقي عنا الحالة زي هنر وكولومبوس في الغروض رحالة على العياض وصاف لما شمال كسينا شاقين تيه جبال لا خفنا لا ندسينا قل بها نمنا بالوجه حسينا طالت المدة لكن ليجي ما تناسينا التوبة لطرق الناس كان شافونا ما من عضاه نصبر هن ما بعفونا أيا متنا ومجبنا وحدث الترفونا يا حققنا أمان في التراب مدفونا شق الصحر منا قدادنا له ورسنا حرس لنفسنا ما سرنا من جيش حرسنا صحر الصحر يا خالمه بتدرسنا وكضابة اللي قل ليه محنة بتجرسنا على الدهب اللي منقرش كل من زرعنا كلنا زاد من دار اللي حبنا جعنا أكما جينا رزقا من قريب رجعنا بيه الله صحرة ليبيا ما تقرعنا يجينا الظل بلان يعاد يقوم بالخاطر وقمس الليل في أهله بيصبح خاطر رغم الصحر يصح شوم ونهب ومخاطر عشان كسب المنقرش فيها ضقنا الخاطر أما الفيه صفرين فوق يمين الخمسة هو خلاها نصبح في الصحاري النمسا كل الديس أزرق من ظلام الدمسة جراري قواج ينهفت كمان يا طمسة عدنا خاني من فينا ساكن وبانيا زلنا توايف في الصحراء الدوام يتشانيا براب قرينا بقي صفرين ثمانية ثمانية خبرنا بيك عقبان في الهواتف الثانية يجينا ضروع للعراق نشيل ونصنف نسك عمودي ونتلف معاه ونتنف برضه مد للجبل المحيي في شني فراه وراه ما فينا نقول متخنف كان العرك من ما تقول قطعنا شوافله نسوق جناح والعد المجاير ناكله رغم ان الزقي في اخوي كثيرة مشاكله وعاك من زراعة عيل الكريم دي تاكله عشان جيت كل الارض من قديتها شان الجلي صحرة ليبيا من حديتها التوبة اللي لاقي الناس بتحديتها ما لاقتنا اللي لاقتنا من صديتها ما لاقتنا اللي لاقتنا من صديتها ابشر والله طال الشوق عليه ما بكشف الاسرار ولا تلفون ولا زول بيجيب ولا زول بيجيب اخوان
الله يديك العافية يا أخي. ذا لبيض إحنا لمتين زي جابر بنقول له يا أخي غنينا مثلا في المجال الفلاني، لكن انت زول الأستاذ بتمشي الأشي اللي بتقوله كله بيعجب المشاهد، دي ما فيها كلام. لكن احنا بنقول لك زي ما قال عمر فضل الله الهواري، بقول روحي الفاض حنين وطولت والهاني، نشفت قدي من تعب السنين والهاني، سبب ضجري وشرودي وسرحتي والتوهاني، لا مرسال بيجيني ولا بتجيني تهاني. يا سلام. وطبعا وذا طيب درس وني على درب لو مشيت فيه أي هو نجاح، وإن ما مشيت فيه الشيب بشفع عليك. يا سلام يا موقف جاكسون الحاضن زحام وتملي، كيف جيتيه ويا لك القمر مدلي. الله يعوي يا مفاطر مبروق المنشرق ما بجلي، كان ما ركبتي أسبوعين بقيت في محل. يا سلام. مكان جميل كان عندي نوع جاي بيتكيف وهيلك مقعد السادة السمح تلطيف. أي والله بعد ما فرشوا ليكي بحتة ليكي قطيف، وما هموني ديلك يمشوا ولا يجيبوا. والله ما هموني. وقتين قلت للركاب بشيش ما تعافروا، خايف يخدشوا إلا الليلة ناعمة أظافروا. أنا والبسري جو خيول القصيد بسافروا، مفروض نهجي كل اللي كان فيها بدافروا. صفوف أفراننا والبنزين بشوف فين عادي، لكن حار وقوف ما تخديد النادي. الله يحار. راس الدولة كان دايرني ليك ما عاد أخصص ليها ناقل، الباقي سيبه مغادي، رغم الزحمة والضجة والصياح الباعة عين الصاصي للمين شفته ما شباع. الله يفع. كان الجهلة ما رقبت خلال فت ساعة بعلم بكرة عصياني وبسوي جماعة يمرت يا السمحة الطريق بنسده. ايه بيترسم مدافع الامريكان ما تهيد. يا سلام. الزمن اللي قطعته بالثواني بعده كان فاوقني مبعوص الرئيس ما بمده، قال لي غريني ما بتلقاها سيبه بكاكا. قلت له يدي اللي بتريده ما فكاكا، مربعة الغوام اللي بالصدر حنداكا خلت قلبي في الدقات يقول كنداكا. يا سلام. قال لي انت شن عندك براق والفاكه، ريح نفسك يا زول ما كبرت كفاكا. الله يفعل. شن بتسوي للشيب اللي بقت حفاكا، ياخذ دهر الشباب من كل صفوف نفاكا. قلت لك برنا لكن القلب ما هو يوترى مينا في شرك اللي بقل عفولنا. ايه البحر الزمان خايضنه باسطولنا، موج بشيلنا لو ما داركن عقولنا. ايه والله. وطنش منه بصيت للخديت همرايا، شفت القمر والنجم البلالي ورايا، قلت اللي عندهم فرهات وفكر راي شين بتسوي، يوم الناس يقيفوا عرايا كيف بتمروا، والموقف ملانه صفوفه، لا بتحسوا لا بتحنوا لا بتشوفوا، غايه المعني لو كثرت مآسي وقوفه، ابشروا مني بالاسم الهجاء وسيوفه. أيه. سألتها سألت الزول الوقع في شروكة، ليه وين ماشي بإذن الله يا المبروكة، برمت راسه والفقة فاها ما باروكة، خلت قلبية حكامة في الدلوكة. قالت ماشي شهر على الأربعين بيبانت. أيه. والسن المثل برق المشي لبانت، شلت همومها من فوق لي هموم الهانة، تتخيل لي في آخر محاضرة كانت بعد سلام. ما عدت لي وين حتة المشالة، سكت ملامة لي كل العبر ما شالة، صخرت قلبي لانت والحنين خشالة، خضر عودة يوم مطر البخات رشالة، وقف ليها بعيونا من بعيد بالصاصي، لقاني عليها بالنظرات أشيل وباصي، ما خابرني في النجمات، وقف ليها بعيونا من بعيد بالصاصي، نيشان لحظه فايد بندق القناصي، لقاني عليها بالنظرات أشيل وباصي، ما خابرني في النجمات بسوي نواصي. يا سلام. ركبنا معاه وظنيت راسه قال له رفاقة، وما قيم دموع ما قيم عيوني دمعت ليه فراقة، سمحة حديدته دبل الكابرك وبالفاقة، إلا عيونه للجخ والبكش دفاقة، عبرنا الكبري جهة الأربعين واصلنا، خمس دقيقة قالت ليه لحظة وصلنا، نزل دلانا قبال يمشي ما تفاصلنا، كاس الخبرة في التمثيل عليه حصلنا، بلد مفتاحه في خجلة وعيون محسورة، برضو شكرت وصلنا وركب ماسورة. أي والله. صوتا براريق المجمل صورة. يا سلام. بيتهم شفته والدرب اللي بيودي قصورة، بيتهم شفته والدرب اللي بيودي قصورة. أنا قلت ما بوصل لكن الحمد لله. ألف سلام ألف سلام. والزول لكن الزول الله يخربته على خراب ما يعلم إلا الله. الزول والله هو مبيت النية مع صبق الترصد والهناية، لكن كمان البادي أسبق. يا سلام. مرابط من قبيل وحارس. يا سلام يا سلام الله يديك العافية. جابر بيقول يا حظ اللي بيفوز بك يا بخاتت عمره، ويا سعد اللي بيقاوروكم قريب وبدمره. أيوة يا ديف النقاقير المصايدات حمروا عليك، بنخش حد الالتزام بنطمره. التحية لموسى حامد الدركاب، وكان فترة انقطعت منه كده، وقام قال لي ود الموج يا اخوي فاقدك زمن، كيف انك نعلي يا صاحبي بانه تحوى ما قتلني حبيب الحكم الشريعة فيه يوم علقنك بعض ما تقرد اسبوع منه ما بدلنا. الله يعوج يا اخي.
يقول له حبابه قد رقابل بالكرم ذاكرنك حتى نظاته يا ضراع برضي سائل منك ويش ليل يا صاحبي لو كان بالعيون قصد انك لك متلك حي بين بين كذب خليمك. قال لي فراق البقرة تامنة ودم مذاكرة شاطر صبح دمعي زي مطر الخريف متقاطر. الفرفاه براكم صحابه ماطرك كان شفته يا جابر وجبر الخاطر. يا سلام. بقول لي يام تامنة والعهد بحديث عاطر كل ما طراها دمع عيني بتفق قاطر. كويس. انا يا موسى من الفت دار وخاطري بدا الدمع واصبح بالوجايع فاطر. الله يعوي. قال لي الغافر شقيق وما شد الكبك بوليس سني ودقداق لاحن لاكتفيت تحنيس سني ودقداق تربات الوادي من لكن في حديث بعيدين جبد يا جابر بخيت من ميس. الله بعيدين. اقول له وين يا موسى وين زول المفرع ديس وين المالك وقلبي برضه باقي رئيسه. صح ساقوه بعد ليالي به رئيسه لكن لسه بحل مني ابقى. قال الريد اصله يا جابر. كويس. مصيبه مصيبه غير حسر هموم فتحه يلينا اجيبه. كويس. الكاسه لا عند القصار سبيبه نايمه غريره نحن برانا من هاضيب. اي والله. اقول نحن وقعنا يا موسى الصميم في مصيبه بقت قصتنا فوق الريده قصه عجيبه. يا ترى قلنا تصبح لو قلوبنا طبيبه ترد ورف وتتغندل علينا نسيبه. أحسن. مجلحين بسهم. قال لي في الريد اصله يا جابر قلوبنا كئيبه والبريد دايما استغل الطيب. الله بيستغل الطيب. يات من قل اشق روحه وكسبت قليبه تعزف ليك وترفرق وتدق دليل. يا سلام. بقول لعيوننا الباكي من الريد مو عصبيبه كل اسبابها مزولتن بفيح طيبه. تعمل زين نقول يا موسى ما من سيبه نعمل زين غدا نلقاه سوى تاريخ. قاصده والله. شايف عكس. قال لي لنا في الريد حكايه. القصة سر دفينا من فيه حاضرنا القديم ماضينا رغال يوم ملاكا جابر أسر فينا الما بيعرفنا بيس ما هم بقي نادينا. الله يبقي نادينا. يقول له قلوبنا صحفي في ردي الله الله يعينا ويحنن للكورونا وشرق نقولين فالخلنا نجيب الغوافي متينا يا تتبق فيهن الله ينصر دينا يا تتبق فيهن الله ينصر دينا يا تتبقى فيه ان الله ينصر دين. هو العاجبنا فيه انه انت وياه عارفين رقبتكم انه من تلاه شيء ما كل لاقيين اصل كل كل وسائل من غني ساقي وما مستسلمين ما في مشكله. الله يعينك. الله يعينك. لك تبي التحنيس. الله يديك العافيه جابر وتحياتنا من امراء البادي لاخونا موسى حود ركاب وتحياتنا لكل شبابنا بشمال كردفان اللي يفترض يكونوا الليله في حلقه اللي هم مثلا زي جابر او مثلا زي محمد رابح ود التوم وود العمده سوماك وعلي صالح ادريس والعجيمي والله يعني يا استاذ احمد عندنا ناس كتار عندهم كلام سمح جدا كلام مو كلام ساكت يفترض يكون حضور ويفترض نحن نصل لهم لكن كمان مشاقل الحياه والحاصله وجابر الناس بقى الواحد ذاته هو تسأل منه في الصحراء والفي الخارج وين عمك الجود عبد الخير ومحمد سعيد الدسميتاوي ناس غامات لهم التحية والتقدير من أمراء البادية صح شيخنا عبد الله ود إدريس يا سلام ودفع عبد الكردفاني وعدد كبير جدا من الشباب والمشايخ في هذه الأمارة إمارة البادية للأدب. أنا داري أقول الزول ما بيعرف والما ما متابع يمكن أقول البادية فرخت شعراء بعدد كبير في الأواني الأخيرة يا سلام لكن لا العكس هو المسألة دي موجودة ومتوارثة بالحقيقة يعني نفس العددية نفس الشباب الأسل الآن ظاهرين في 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 كمية عدد كبير جدا من الشعراء المشايخ والكبار والشباب لحد يسي ما ظهروا للناس يد الإعلام ما طالتهم ما وصلتهم لأسباب كثيرة هنا فعلا فأنا دار أقول الحركة بتاعت بادية كردفان أو كردفان كلها بصفة عامة كلها بتتحرك على إيقاع الشعر والأدب والتراث يا سلام كلها يا سلام يعني لو جيت مسكتها في جنوب كردفان بتلقى الناس ماشيين على إيقاع المردوم والنقارة والكمبلة والكذا والكذا بالحيل جنوب كردفان بالحيل لو جيت لشمال كردفان بتلقاها كلها ماشية في إيقاع الشاشاي والجراري والهوهاي والتويا والحسيس والدوبيت بطرق كلها إذا كان النمط المسألة دي يمكن برضو كسرت المواعين يعني وسائل التواصل الكثيرة ساهمت في إنها تبرز عدد كبير جدا وأكدت إن في إبداع حقيقي في بادية كردفان كان موجود يمكن كان مغطى
بعدد من العوامل والظروف اللي ما أسمحت إنه شنو يرى النور، لكن الآن أصبحت الشهادة ظاهرة ما يتغلط فيها نفرين إنه هذا الأدب أدب البادية. نحن خلينا بطريقة مطلقة نقول إنه الدوبيت أو الأدب الشعبي، الشعر القومي، شعر البادية، شعر الدوبيت، ده شعر بادية سودانية كاملة بالحيل صراحة بالضبط. لكن بيبقى بعد ذاك الظهور له أسبابه وله تداعيه وله كده. نحن والله أول حاجة نشكرك يا أبو طيب، الله يديك العافية، ونشكر مجموعتك كلها في أمراء البادية للمساهمة الكبيرة جدا في إبراز هذا الأدب صراحة، وإبراز عدد كبير جدا من الشعراء اللي نحن ما شاهدناهم، يعني سمعنا به وشفناه والأسماء المعروفة دي خليها، لكن فضلا عن الكلام ده كله برضو من خلال هذا البرنامج أنا متأكد في إطلالة كبيرة جدا لعدد كبير جدا من الشعراء المجيدين خالص واللي ناس ما سمعوهم، وهدى المهم نحن الله يشاكرين. برضو نتمنى أنه البرنامج ده يعني ربنا يوفقه، ونتمنى أنه يعني بالتأكيد أنه برامج زي ده من النوع ده بيحتاج أنه الناس، طالما برنامج قومي، برنامج حق الناس، برنامج حق بادية كردفان، برنامج حق أمراء شعراء البادية بصفة عامة، محتاج أنه الناس تقيف معه وتشوف الحتة اللي بيحتاج البرنامج وين. يعني نحن اليد اللي بتساهم وبتمد في مثل هذا الأدب، لأنه بالتأكيد أنه إذا كان باقي للشعب السوداني ده بصفة عامة صراحة خط دفاع واحد قوي متين يستطيع أنه يقيف أمام الهجمة بتاعت الوافد الثقافي اللي ما بيشبهنا، أيوه الدوبيت الأدب الشعبي بالضبط والله صراحة ما في بالضبط والله. ده الدفاع الوحيد، خط الدفاع الأول والوحيد واللي قوي الفضل للأمانة فعلا والله، ويمكن الناس بيتفقوا معي في الكلام لأنه هو واضح. تكلم عن قيم، تكلم عن الشجاعة، تكلم عن الكرم، تكلم عن البسالة، تكلم عن الفضل، تكلم عن التسامح، تكلم عن التعايش، تكلم عن الخيل، تكلم عن الفروسية، كل الصفات والقيم اللي كانت موجودة في الناس وجاء الإسلام الأساسي أنه يتممها هي صراحة موجودة في هذا الأدب. الله يديك العافية، فموفقين إن شاء الله يا ليك التحية أستاذنا أحمد سليمان إن شاء الله. بسيطة كده ما طبعا لكلامك على كلام أستاذ أحمد، التحية للشباب اللي كانوا مفترض يصلون وما يصلون ظروف ما، الأخ فضل سيدر دل مسلم نعم يا سلام، نذكر له من أغانيه مرات اللكل من سيومة من ضوق بيطين جيرة العيد المتين عروقه بس الحارس الحيو القهاوي يسوق ما بزرني في الصيد كان عزمنا يا سلام. رمضان جانا فيه راهب مع أسرى أجاب أهل بشرا لكيف كله النياب، أي والله كم المؤمن أجاب يقول مصاب قاعد الحل لأن كيف نمو مضراب أي والله على العاصمة المستشفى علي الطبي وقيتها نفسي من شوفين ولا بيتغبي ولا بيتغبي كان شق الهواي يشوف فوت وتنبي عبر كم مرة بحدود دمه يا سلام دبي. جابر البخيل عرب السكاتة كثيرة كان ماله خبر إن كومة الدهازير يا سلام، برعنا غدر سواريت الرعيت هدير ما من تيقن الهم علينا كثير يا سلام، بشاري ومكرب للمحاصب بتاتا هاج كير الرشاش كم الخريف وشاتا يا سلام، تنبين بالعقال من المراح وما تشرفت للقيام قلب عليها سراتا يا سلام. تحية لفضل سيد المسلم والتحية للأخ علي صالح إدريس يا سلام، يا سمر بسلام طيفك بيجي من لاحقنا طالت المدة وما حق الزمن ما حقنا يا سلام، صار الحامل اللي جفص حقنا بسط منا الله لكن المضاع لاحقنا الله يبسط من اللي باعنا أصبح بالحلال يا غيرنا ما نسينا وقدر بك مواصلين سيرنا مواصلين سيرنا خايفين انك تقصر بالجفاء وعميرنا ما من عابز البيشيني كتر خيرنا خيرنا الناس يعني. اللي بتابعونا بدوروا جديدنا ما هون عارفين بألم لجروحنا قصيدنا من كذب الغزل من دمنا في وريدنا من نتعذب عشان الناس ذاته ما بتريدنا والله بنتعذب عشان الناس ذاته هم عديد والله من الشباب يعني لو قلنا كلهم نذكرهم او نذكرهم ما بتقدر الزمن ذاته ما بيسمح لنا. الله يديك العافيه جابر والله يديك العافيه استاذنا عبد الله بيض، وحقيقه يعني احنا نشكر كل زول يعني ساهم قصاد امراء الباديه بالكلمه السامحه بوقوفه معانا بكل شيء، نحن نشكر اي زول وبقول لعبد الله بيض قعاد الحله واخبار ناس فلان واحواله ما بخص انك عشل بالحميد خصاله يا سلام، بدل ما تبقى زورنا قال وقلنا وقال وخلك في اللي بخصك ذاك مالك ومال يا سلام. نسمع عبد الله بيض. انا مملكتي ما هل بالشعر بانيها الا مكانتي عند خواني دي العانيها، اي أيوة والله خبراني النجوم الجبهتين دانيها دام خواني اترقبتي ما بحنيها، ابشر بالخير حلو ودام خواني ثابتين كالجبال ما ماله مني بهرب للاسد النبيت لك تالو
الله يبهر له. أخواني البجوق قبال تنادي تعالوا ديل اللي عنده مال الدنيا ما بيرتالوا. يا سلام. صحيح المال مهم أيضا ووجوده ضروري بس لا قيمة للدولار أمام جمهوري. يا سلام. المال سيلو عابو ريال ليام بتدوري تلقى خواني سابتين في أساي وسروري الدائر له تاريخ ما مزيف سيرته يملي يدينه بالخوة يحسن جيرته. الله يملى. زول ما شكر عند الصديق وعشيرته ما محسوب في أخواني الفشنك زخيرته. الله ما محسوب. أنا عن نفسي مصدر فخر يا هم ديلة فرسان حارة لا فيهم جبال لا خميلة طيبين والرجال الحمرة طافحين كيلة ساعة الكتمة محسوبين أسود ما عويلة. الله محسوبين أسود. قول أخوان قول أصحاب قول رجالة لو مبشيلوا لو ما النجدجات في عجالة. أي أيوة والله. الماز والمواقف والمعاه جهالة ديل مملكتي ممنوعين يخشوا مجالة صاح مملكتي بنيان إلا ماها عمارة. أي بالحي. ناس واجبات تلب تشيل صناديد غارة. أي. أنا عزلت عشان عارف الأيام دوارة جود وأمانة ثم مروءة ثم ذكارة التخوات والتاخل الحمل فوق غيره. جقاس حل خلقه مع الأسود ما بسيره. ما بسيره. اللي بتمطلي آخر النهار في سريره والناس أمه كان خاويته رفقك زيرو. بالحيلة. وما تنغشة خذ مني العدل ما عمة. ساعة النايبة بيصهروا ليك سياد الهمة أيه. كان سندوها آلاف ما بتقي في الرمة كاتب ظل ما تتكل عليهم أيه. شير شكرا أبوي عشان كنت بتقول لي نقي أيوة والله. مساسك ابني بالحجر اللصم ما بسقي ما خاويت غشيم للحجج متلقي إلا الما بتفرس حقهم من حقي سويت مملكة وخطيت رجال في ساسي أيه ما هم حاضنة بالفهم اللي بسموه سياسي. يا سلام. استخدمت معيار الغيم في مقاسي هسي بقيت محل ما أمشي مرفوع راسي أيوة والله. الأخوان كم البنيان حديث ونبينا يا هل غدوة والغيمة اللي عليها ربينا الأصحاب يوم بيتهم في غبينا كان خاويته حلقك بندبغ بالكينة كان أي أيوة والله خاويته حلقك بندبغ بالكينة. يا سلام يا خلا يديك العافية يا ربي يا خلا يديك العافية. جابر نحن على خواتيم الحلقة عندك نص جديد وجميل نسمع النص جابر. النص بيقول أول حاجة تحية لكل مكافح الناس في الخارج ربنا يرد عربتهم والناس في داخل السودان ده ربنا يديم عليهم الأمن والاستقرار وإن شاء الله شبابنا ذاته ما يحتاج يمرقوا برا إن شاء الله. فكان النص بيقول يما ما كان قصد أبعد ولا البعاد كان باختياري إلا غاية تغرو في حاكمه كنت في حال الطوارئ كنت في حال الطوارئ للذهب أعلنت رحيلي وشان أجيبه وسلك مساري وضقت شان أصلها بلده ضقت كيف طعم المراري ويما ما كان قصد أبعد. أي والله. مرة بطلع بالبكاسي ومرة بطلع بالنواري وديما في حالكم بفكر وما بنوم ليلي ونهاري ويما ما كان قصدي والزمن بسرعة ماشي هسي من يوم فت داري عام بحال وحليل وعدة والعمر يا يما جاري وكله في بعد قضيته في البنادر وفي الصحاري ويما ما كان قصدي. يا سلام. في الوطن يا أمي غربة والوضع للعام مساري والوطن يا حليل ذاته دمر الحزب اليساري وما فضل غير وقع فيه واقتصاد الانهياري يما ما كان قصد أبعد ولا البعاد كان باختياري. يا سلام. يما يا وطني البريد أيه. البيه يوت يسمو افتخاري دار اجيكم وماني قادر وده الزمن قاصد وداري يما ما كان قصد أبعد ولا البعاد كان باختياري. كل مين امشي له حاتي فيه بولط فيها ناري بلقى قطر الوجع واقف يما واقف في انتظاري ويما ما كان قصد أبعد ولا البعاد كان باختياري. يا سلام. يما عارفك عني سانة وقلت ما برجع خباري وداري شوفتي ولي من شارفي وداري جيتي وقل هزاري ويما ما كان قصد أبعد ولا البعاد كان باختياري. يما مشتاق لك وحاتك وبرضو مشتاق لي دياري ولمة الشايب العصاري ولي حنين نغم القماري ولي صغار الحل يما وي زول بنعد داري لي صغار الحل يما وي زول بنعد جاري ويما ما كان قصد أبعد ولا البعاد كان باختياري. وبكرة راجع عليكم انتو غير لماكم ماني شاري بالعديل ده باكر بجيكم وملكة البنوت يساري لما عامنا الجاي ياصل بيرت اللينا باري حينير تاني بيتنا بيلودن أول صغار ويما ما كان قصد أبعد ولا البعاد كان باختياري. حينير تاني بيتنا بيلودن أول صغار والفرح يغمر ديارنا وتبقوا دائما في جواري وحتى لو ما جيت باكر والغدر غير مساري ويما ليك العد بحاتك وبرضو أقبل اعتذاري ويما ما كان قصد أبعد ولا البعاد كان باختياري إلا غاية ظروفي جابر وكنت في حال الطوارئ ما كان قصدي. الله يديك العافية جابر وشكرا للمشاهد ومراء البادية وتحيات ومحبات وتقدير ليك أستاذنا أحمد سليمان والدلوبيض وأخونا وحبيبنا جابر بخيت أحمد الموج حتى نلتقي في حلقة أخرى من أمراء البادية دمتم في أمان الله. Oh,
Allah.